مساء الخير يا استاذ خليل. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك كنت متابع جيد للمسرح الفني قبل الثوره، ايه التغيير اللي حصله بعد الثوره؟ هو التغيير لسه ما ظهرش يعني. وبعدين احنا مش عايزين نقول ان دي مسرحيات عشان الثوره وفنون عشان الثوره. ما ينفعش المباشره دي. يعني خلينا نعمل اعمال جيده محترمه ليها هدف، واكيد هذه الاعمال هتؤكد الثوره وهتساند الثوره وهتبقى مع الثوره. حضرتك شايف العمل الفني في الفتره اللي جايه هيكون رايح لوين؟ اكيد هيبقى مختلف في مناخ جديد وفي طقس جديد، وهيبقى فيه حريه اكتر، وهيبقى فيه الناس عايزه تقول كل اللي عايزه تقوله، وهيبقى شيء جديد ان شاء الله وكويس. حضرتك تتمنى ايه الفتره الجايه؟ أتمنى أن تتحقق العدالة الاجتماعية لشعب مصر كله. مرسي لحضرتك يا فندم.